كمان نهفي يعني بتدل على يعني الغشيم ما يدلي بالدلو، والغشيم بس ويعترف بغشمنته. هذاك النهار انا عم بكزدر بالمينا، كنت اعمل سيران، هذا الحكي بالتسعينيات من القرن الماضي، كان الحكي هذا بفتكر سنة 1996، وكان وقتها ترم انتخابات او بدأ يصير انتخابات، وبيعملوا دعايات ولقاءات واحتفالات ومؤتمرات الى اخره بالمينا، في شارع متفرع من شارع بورسعيد الكبير اللي بشق المينا بالنص، وانت رايح مغرب هيك في شارع بروح على اليمين بعد محطة بنزين فرعي، فت فيه بصير هناك دكاكين، بياع بوزة، بياع كعك، بياع ايه، فتت لقيت يافطة بعرض الشارع هيك من هون من الحيط للحيط، وفي محل تحت محل بياع بوزة لواحد من بيت رومية صاحب قصير شقراني، لقيت اليافطة مكتوب عليها نرحب بسيادة الرئيس شو اسمه النائب فلان الفلاني، اي نعم، وكاتبين بيت شعر او شو اسمه، قدمت سهلا ووطأت اهلا. اه شو هالحكي هذا، هاي غلط لغوي رهيب، ما معقولة. دقرت اطلع فيها وانا واقف نص الطريق انه هناك ما بتمرق سيارات، اجا صاحب المحل لاحظني انه دقرت تحتيه اليافطة وانا بتطلع فيها، شفق علي طل، قال شو يا حاج خير ان شاء الله، قلت له انتو كاتبين، قال احنا كاتبين لانه العصر اليوم بدي يجي ويلقي خطاب، احنا المؤيدين لإله. قلت له الله يوفقكم منيح، بس انا عم بعترض على الكتابة اليافطة فيها غلط. قال ها وين غلط؟ قلت له الغلط كاتبين قدمت سهلا ووطأت اهلا. قال ايه؟ قلت له هاي بس غلط. قال شكله كيف يعني؟ كيف يعني؟ قلت له لازم تقوله قدمت اهلا ووطأت سهلا. قال ما هيدي مكتوبة. قلت له لا، مكتوب قدمت سهلا ووطأت اهلا. قال ايه هيدي هي؟ ايه. قلت له كيف هيدي هي؟ ما في كلمة انتبه لها، ما فينا نقول وطأت اهلا، ما فينا نقول كلام. قال لي بقى؟ قلت له يا زلمة انت خاف الله. اجى بهاللحظة عم نحكي اجى اشخاص اثنين بيعرفوه، شوفي قال الاخ عم يعترض انه هيدي اليافطه غلط. طلعوا فيها اثنين كمان هيك، قال وين غلط؟ ما في غلط. قال يا عمي بتقبلوا على حالكم انتم بالمينا وبترحبوا بالزلمه اللي له قيمه ومقدار زي فضلكم، بتقبلوا تقولوا انه قدمت سهلا، جيت انت على منطقه سهلا يعني بسيطه ومرتاحه، ووطأت اهلا، الاهل الناس انا وانت والاخرين، هاي اهلا، وطأت اي دعست اهلا. والوطء بالاسلام الوطء اللي هو الجماع بين الرجل وزوجته او المرأة، الوطء ما بصير هيك تقول وطأت اهلا، ما بصير، زلمه هو بحاله، قدمت اهلا ووطأت سهلا، يعني وطأت سهلا انه مجيئك ميسر ان شاء الله، ولما تقول وطأت سهلا دعست على ارض ميسرة كالسهل، مش فيها صخر وجبل ومدري شو اوادي، لا، من هيك هذا قول عربي محترم من قديم الزمان، قالوا منقول قدمت اهلا يعني جيت عند اهلك، انت قدمت يعني جيت، وقدمت اهلا ووطأت ودعست سهلا يعني ميسر بالذكاء من حيث الناس ومن حيث الارض. اشستك يا عمي لك شو عم تحكي وتأكد، ما هيدي نفسها الاخر. قلت يا عمي ما في مجال اناقش فيهن، مشيت التفت فجأة هيك واذا درومي بقول لهن عني انا انه ما في عقل، وقال هو حاول يشرح لي بس انا اللي ما فهمتش، قليلي انا اللي طلعت بالجامعة اسمي على الانر بورد في اللغة العربية، طلعت بالاخر حمار عند بيت رومية وين بالمينا، ولليوم يا ما في امم على شكل صابني مثل ما صاب ابو العنبس. هذا ابو العنبس قصه تاني، ايام ابو العنبس كان يحب اللغه العربيه زي حالاتي ويتدخل، بس جبت له وجع الراس وما كان يتربى. هذاك النهار خلص بالجامعه صلى العشاء وراجع، كانوا بايام بغداد يجيبوا اسراج يدقوا بالحيطان ويضووهن لحتى الشوارع تضيء بالليل، اي نعم،
وكانوا يسموه ان اللي بيحرسه عسس. عسس يعني اللي هو حارس ليلي. هو مارق ابو العم بس استاذ اللغه هذا استاذ لغه كان يعلم اولاد الخلفاء ما انه هين يعني. واللي مكتوب ايش؟ دكان حلاق. حلاق بدل ما يكتب حلاق حلاق كاتب حلاق. ما بصير هذا. ابو العم بس ينام ليلته ما صبرش ليطلع النهار ويجي يفهم صاحب المحل. مسكر المحلات كلها مسكر المحلات قبل العشاء كله مسكر. راح على البيت ما ي... وجاب السلم وجاب معاه فرشاي وبويا. مسك السلم ركاه على هالباب وبدي يطلع. مين مع مرق تبع العساس؟ اهلا 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 بجرم المشهود عم تسرق؟ قال له واحد قال له شو بسرق ما بسرق انا جاي اصلح الكلمه. هذا تبع الحرس شو بفهم كلمة بفهمش شيء باللغة. قال شو؟ قال بدي أصلح الكلمة هاي. أي بس انزل 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 انزل. نزلوا وأخذوا وين مخفورا ألقوا القبض عليه. أخذوا على تقول المخفر بسموه. راح هناك عرفوا رئيس المخفر الكبير بيعرف إنه هذا أبو العنبس أستاذ لغة. أي نعم. حطوا فيه القتل. لما صار يأكل قتلة إنه جاي تسرق ما تسرق قر واعترف صار يبكي تقريك يبكي. قال له عاد المسؤول ابو العنبس وراحت واجت وبتبكي تبكي. قال له والله ما شو رئيس المخبر بقول لهم قبل ما صار يبكي. قال لهم ارموه على الارض. اي نعم. واعملوا له اللازم. صار يبكي. قال له عيب عليك انت ابو العنبس والك كلمه بالسوق وببغداد تبكي تبكي العصاي. قال له لا ابكي انا من شده الضرب انما ابكي لقولهم ارموه على الارض ولم يقل كما قال القرآن ألقوه على الأرض ألقوه أرضا بالقرآن. قال له إسا كمان لحقني كمان تصليح لغة كفوا عليه خلصوا عليه. وأنا هيك راح بعد شوي راح يصيبني مثل مصاب أبو العنبس الله يرحمه اللي هو بيصلح كمان دكان حلاق. يا أخي حلاق ولا حلاق ولا مش من يكون الصباح رباح.